معليش الام التونسيه ديما تبدا تدعي لبنتها ان شاء الله يجيك ولد الحليل يهنيك بنيتي طيح بك كان وليد الحليل. بعد ما تعرس بنتك تطلبها امها باش تسالها اول سؤال تساله لها ايش عامل معاك ولد عكسه حليل. ايه على خاطر من بعد يتبدلوا الاولاد مش كيما اول ما عرفت ومش كيما بعد ما يقعدش هو بيدو يتبدل طبعه الراجل معناها فهمت علاش هي من بعد تتبدل الكلمه. يعني على ما تشكي البنت لامها حيت على ما تشكي لام البنتها تقولها راهو عمل فيا راهو يوم يتبدل راهو ما عادش كيما قبل كان يخرجني كان يدخلني من بعد ولي طنجره وصغار ودار ومسؤوليه يولي هو بيدو على اعصابه تتبدل المعطيات الكل هنا الكل نعيش فيها الحكايه. ما دام الكل نعيشوا فيها ونفس السؤال اللي سالته لي قبلك شنو كان اسمه راجل قبل العرس ولد الحليلك؟ اكيد كان ولد الحليل تو ما عادش. توا شنو تسميتك؟ برشا اسامي توا برا البوك اللي بيك يلي عليك هذوك الكل ديما موجودين تبدلت الاسم تبدل كان حبي وحبيبي توا ولا بو الصغار ما عادش اسمه لا حبي تنحيناهم هذوكم الكل تبدلوا. علاش اللي يخلي اللي كوب اللي يجيبوا الصغار يتبدلوا علاش؟ خاطر وقتنا صعيب برشا والمصاريف ولات اكثر ملي كانوا وحدنا زوز كنت انا وياه نعملوا قهوه مثلا وحدنا من بعد لازمنا قهوه معانا صغار يولي معاهم فطور معناها كنت باش تخسر 10000 تولي باش تخسر 20 30 سي ماذا بيها وانا نعمل كل شيء وانا ماذا بيا يعمل لي كل شيء وما نخلطوش باش نعملوا حتى شيء. نرجع توا للحميد. الراجل من الاول يكون عرفت يمشي في الخطبه يمشي لها للدار يا امي جا حويلك يا عينيا يا يبدا يبشبش بها ويجيب لها الهديه قبل لا يجيبها لك انت. بعد العرس ولي يسمعك الشمطه ما نحبهاش تجيني هون يسمع امك تحرش فيك علاش؟ خاطر من بعد بشوي امي قالت لي من المره الاولى ما تخوش امي نصحتني امي قالت لي ليه هذا ما يساعدكش هذاك علاش بعد ولي حاطه امه في الحنديره يحطها امه فهمت؟ الام التونسيه تبدا تشد بنتها من اللي هي صغيره وتدعي لها يا ربي طيح بنتي ولد الحليل يا ربي ان شاء الله بنتي تاخذ ولد الحليل اللي هنيها. بعد ما تعرس بنتها وتطلبها امها باش تسال عليها اول سؤال تساله لها ايش عامل معاك كولد البليده؟ ذيك الام ماهيش متربيه تقول هكاكا هو تلقاه عامل معاه الباهي والخير ويبدا حماتي حماتي ولا امي امي هذه حماتي ما عيطليش قولوا لها امي وهي معناتها في ظهره تكلاشي فيه معناتها تدغي فيه بالسكاكن كولد الحرام ولا هذاك ما يجيش راهو انا مثلا عندي اختي ديما امي زادت تشد هكاك ربي طايح بيك ولد الحلال ربي طايح بيك الحلال والله كي تهز تليفون تسال عليه تقول له وينو ولدي شنو حوالو ولدي لبس عليه ولا شنو حوالو شنو امورو وتسال عليه تقول له كان ولدي تسمعش هذه كلمه ولد الحرام ولا كلام اخر مستحيل انا نحن بالارواح ذيك تحلي الارواح مثلا يسمعها بابا يقول على السيبي راجل اختي معناتها تقول عليه كلمه هكا ولا هكا مستحيل يعني قلت لك تقال الام عقليه واحده اخرى زعما تقول هكاك بالك اخلاق الطفل من بعد الزواج تبدلت والا تصرفاته مع مرته تبدلت هذيك علاش التسميه نتاعو تبدلت عند الام هكاك تولي عندها الحق اذا باش تقلب على بنتها من الام يبدا معها هكا 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 وبعد باش تقلب عليها عندها الحق تقول له مش ولد الحرام بركه ولده كلمه اخرى. علاش الام التونسيه تبدا تدعي لبنتها يا ربي طيح بك ولد الحليل ربي يجيب لك ولد الحليل وقت اللي بنتها تعرس باش تمشي تسال عليها امها اول سؤال تساله لها تقولها شو عامل معاك كالبليد هكا الركيك ما عادش ولد حليل شنو اللي يخليها غيرت الاسم؟ اللي نجم يكون هو تصرفاته خلاها تكر هو اللي خلاها كان عمل مليح مع بنتها تولي تشكره وعمل مليح معاها شرتو معناها العمة ديما والواحد هذوما ديما الحماة والحمو وكذا منها ديما مكروهين ديما ما نعرفش ممكن تصرفات ممكن كذا ما نعرفش انا حسب رايي انا حماتي نحبها ونموت عليها الحمد لله رب العالمين. ميتك كنت عيط لك ولد الحليل من الاول اكيد بالله لا عيطت لا ولد حليل لا ولد حرام اما عشرتنا طيبه والحمد لله بقيت نحبها وكاو لا بالباهي تعيط لا بالخايب لا ما بيناتنا كان وفاء وسماح معناها ما قلتش فيها الخايب وما قلتش فيها الخايب. انت ماكش من النوع اللي قبل في ايامات الخطبه يعيط امي على ام مرته امي وهكا ويبشبش بيها ويجيب لها الحاجات وبعد العرس ولا يسمع امك ما عادش حابها تجيني من النوع هذا انت ولا لا 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 لا, لا جمله اذا كان حابه الطفله يحب امها بالطبيعه يحب اهلها مش صحيح
يحب روحه يحب الكل يخشى الكل. كاو؟ بالطبيعة، واللي يحب الكل يخشى الكل بالطبيعة، أنت تو تحب روحك، نهار ما بشي يفيقوا بيك، اللي أنت تحب روحك برك. هيكاو؟ تولي توفى. شنو التصرفات اللي يتصرفهم الراجل يخليه أم مرته اللحمات هكا؟ يحب لها الخير كما أمه. كيفاش؟ يحب لها الخير كما أمه. شنو التصرفات اللي يتصرفهم الطفل مع مرته اللي يخليه أمها تغضب عليه وتغير التسمية متاعه من ولد حليل إلى تسمية أخرى مش به؟ التصرفات اللي يتصرفها مع هي إذا كان عمل مع بنتها المليح بالطبيعة باش تحبه، وإذا كان عمل الخايب بالطبيعة باش تكره، حاجة معروفة. يكون مش باهي في تصرفاته، مش باهي مش باهي معاه، ولا تبار الضربة، خذ ضربة اش فيه يضرب كل يوم، ولا استفزاز هو يعني ينجم تستفز ويضرب عاد. من مرة ضربت انت؟ انا مرة واحدة، لا مرة واحدة ما نضربش ليه. قلت لي ليه الضرب عادي؟ لا ما هو ثم استفزاز، ثم الضرب ما هوش عادي، لكن استفزاز تنجم تنجم ما عندوش مبرر الضرب. من اللي غالب شيطان. أنا قلت لي أمورك مريقلة مع حميتك، قولها كلمة. قولها ربي يدوم حياتك وربي يفضلك لينا الكل. شو نقول لك، يرحم والديها الأم هذه اللي تحكي عليها أنت، هذا أول حاجة. وثانيا ما ذيك حكاية وعي، ثم أمهات وأن تحاول من اليوم نهار الأولاني اللي قرب بنتها هذا وزوج بنتها تعاملوا كأولادها، فهمتني؟ وهذا يسمى لمن الشمل و تقارب وكل شيء، وثم على مرد الله وعلى والأكثر من هكا، وأنه يظهر لي إحنا عنا التوانس أكثر من الناس الأخرين برشا. أنا عايش البرة وخلت الناس البرة يظهر لي إحنا في حكاية العائلات هذية، وأني واحد الناس عانيت منها. ما زلنا بعاد، ما زلنا فيه اللي المرأة فهمت بالخايب التونسي تحرير المرأة، فيها حكاية الإيغويزم ياسر، معناها الأنانية برشا، فهمني؟ وربي يهدي أختي، ربي يهدي وكو. بالك هي أعطت بنتها مش في بالها من الأول بالحق، معناها الولد حليل طيب باش يهنيها، من بعد لقاتوا لي فك بنتها منها، وإلا نقص مع بنتها في حاجة، هيك على تبدلت التسمية. هو لما يقالوا والله وإنها سمحني حتى كمش نقول كلمة كبيرة مثلا على ولدها، فما بالك بنتها ربما، فهمني؟ لا اليوم الدخل تقول ماذا بي انا ندخل، يدخل علي انا خير من زوجة جديدة، قالوها ولا اعوذ بالله، فهمني؟ وانها يعني تغير على صغارها، هذا بصفة غريبة، بصفة غريبة، بصفة غريبة، مش كل الامهات، مش كل الامهات. انا عندي نسيبتي الله يرحمها كانت تعزني وتحبني مليح، وكنت نقدرها ونعملها فيها كأمي، وحتى مرتي في اللول كان ما بداتش بالديركسيون باهي، من بعد لا كومبري امي تعيط لها امها، والحمد لله في هي الكل حكايه وعي. هي الام ديما تحب بنتها الخير، لكن نظرا اللي ما عاش فما رجال تهني البنات، هذاك علاش تتبدل راي الام في اللي خذا بنتها، على خاطر كل مره تشكي لها راهو عمل لي راهو عمل لي راهو عمل لي. هذه معناها مواضيع معناها عاديه، لم تتمنى لبنتها الخير، لكن الدنيا توا 1% ولا في الألف ولا في المليون باش تلقى إنسان باهي باش ياخو مرأة يقوم بواجباته ويكون في المستوى المطلوب. هذا هو اللي راه. أنت متزوج؟ أي. قبل العرس أكيد ولد الحليل ومرحبا والكل. أي. بعد العرس؟ أي. لازم تحافظ على روحك. اسمك تحافظ على توازنك. اعطينا الاستيوس اللي خليت اسمك ما يتبدلش وقعدت اسمك ود الحلي. هي التصرفات العادية. ما نعطيهم شنو هو هي من القواعد تاع الحياة هذيك، هي يقوم بواجبه يقوم بمره، ما يغيرش هذا ما يغيرش هذاك، ديما اصحاب مع ناس الكل، هذا هو. يعني تتغير التسمية كي تتغير تصرفات واخلاق الانسان. اكيد، خاطر هذاك القناع، وقت لي اخو مراه بالقناع مش تنحى القناع، اذا كانوا يكذب شهر اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشره شهور باش يتنحى الكذب، وتظهر الوجه الحقيقي اللي ما تعرفوش عليه هو مخطوبين وهم واحد.